تستمر الاستثمارات في سوق العقارات بمملكة البحرين في التوسع، وتزداد أهميته بالنسبة لمساهمته في اقتصاد المملكة. هذا وتتوفر مجموعة واسعة من فرص الاستثمار العقاري إلى جانب قوانين وتشريعات ضامنة وضعت من أجل تعزيز نمو هذا القطاع الحيوي. شهدت مملكة البحرين في السنوات الأخيرة نشاطاً كبيراً في القطاع العقاري، وذلك لأهمية هذا القطاع وأهمية تطويره، حيث من المتوقع أن يستمر النمو في القطاع العقاري في المرحلة المقبلة. محمد، قبل الجائحة قلت صار شوي في ركود، الجائحة ايش صار فيها؟ رحت فوق ولا؟ لا، الجائحة شوف صار تحول، يعني تحول في السوق. يعني الناس أول تكلم قبل الجائحة أو قبل حتى تأثير 2008، الناس كانت تحكي عن مشاريع لكجري. وإذا تلاحظ كل المشاريع اللي استوت من 2006 و2005 وتفر كلها لكجري، وكانت مشاريع ناجحة وكان في طلب. نعم. يعني عليها كنت استثماري أكثر، وكانت المشاريع اللكجري هي اللي فيها الفائدة الأكثر، خلينا نقول. فما حد كان، ما كنا نسمع أحد يتكلم عن الأفوردبل أو الهاوزينج. سبحان الله، يمكن يعني رب ضارة النافعة. بعدين صار تحول حتى مع المطورين، المطور يبغي الديماند، وين الديماند؟ وإذا ما في ديماند يعني صار في يعني تخلق الديماند أو تخلق الطلب. تشتمل الخطة الوطنية للقطاع العقاري 2021-2024 على 5 ركائز رئيسية و17 أولوية عمل، بالإضافة إلى 21 مبادرة تم إطلاقها من خلال هذه الخطة لتحفيز القطاع وجذب المستثمرين. الخطة الوطنية للقطاع العقاري 2021-2024 اللي أعلنت عنها الحكومة المقررة. والله هذه يعني هذه تحية وإجلال لسمو ولي العهد على هذه المبادرة الاستثنائية. أعتقد هذه بتعطي دفعة كبيرة للقطاع ودفعة كبيرة للبحرين، وهذا أعتقد يعني كان حلم بالنسبة لأن تستوي هذه المشاريع. والحمد لله اليوم قاعدين نشوفها وتأسست اللجنة، وصراحة جدا سعيدين وممتنين ومتفائلين بهذه المشاريع، واللي بتضيف يعني الكثير للبحرين. ناس كثير تبي تجي البحرين للزيارة، للسياحة، للسكن، حتى للتقاعد. بس أنا أعتقد هذه المشاريع بتعزز الكلام اللي احنا نقوله. يمتلك القطاع العقاري البحريني فرصاً واعدة بفضل ما يتوفر في البحرين من رؤية واضحة واستراتيجية متطورة وقوانين وتشريعات ضامنة وضعت من أجل تعزيز نمو هذا القطاع الحيوي ليعمل بأفضل الممارسات العالمية في مجال التطوير العقاري.